من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مدح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدين الإسلامي فرض الله شرائع وأحكام يصلح بها حال المؤمن في حياته وفي دينه وفي مماته، وهناك أيضا أوامر من شأنها اختبار إيمان المسلم ومدى قربه من الله ورسوله. ومن الأوامر التي حثنا الله عليها بل وأمرنا بها وبين لنا فضلها كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. ولقد خص الله رسوله وحده بالصلاة عليه، فهو المصطفى خاتم الأنبياء وحبيب الله، تفضيل الله تعالى لرسوله الكريم. والله تعالى خلق الأنبياء وفضل بعضهم على بعض، فهم كلهم عباده، بشر مثلنا يوحى إليهم، لكنه فضلهم بالعصمة من الذنب ومن وسوسة الشيطان. وكان تعظيم الله لرسوله وتفضيله على سائر خلقه عظيما، وقد جاء في الحديث ما يثبت تفضيل الله تعالى لنبيه فوق باقي البشر جميعا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فضلني على الأنبياء. وعند مسلم وأبي داود والترمذي واللفظ له: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما هي الصلاة على النبي؟ لفظ الصلاة على النبي هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وهي تعظيم وتمجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي هي دعاء واتجاه إلى الله تعالى بالثناء على رسول الله في الملأ الأعلى وبين الملائكة. وقد ذكر في الحديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. شرع الله لنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأكد في بعض المواطن والأزمان منها عام. الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا، أي زمان ومكان، عند ذكره وعند وسماع اسمه صلى الله عليه وسلم، عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل وما يكتب بعد البسملة. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. في حياة المسلم ضمن أذكار اليوم والليلة، كلما جلس المسلم مجلسا وقبل القيام من المجلس، في حلق الذكر، عند الدعاء في أول الدعاء وأثنائه وآخره، عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، عند ختم القرآن في يوم الجمعة وليلتها، في خطبة النكاح، في الصلاة بعد إجابة المؤذن، في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام، في الخطب كالجمعة والعيدين والاستسقاء، في آخر القنوت، إذا صلى على جنازة، حال الدعاء في قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. في العمرة والحج بعد الفراغ من التلبية، في الطواف على الصفا والمروة، في عشية عرفة، عند استلام الحجر الأسود. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف.
قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. المراد بالصلاة هنا الدعاء، ومعنى الحديث الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الأجر العظيم. من فوائد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي، متضمن ذكر الله تعالى والإيمان به والإيمان برسوله ورسالته، سبب لهداية المصلي وحياة قلبه، سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، تزيد من البركة وتوسع الرزق، سبب لطيب المجالس وألا يعود حصر على أهله يوم القيامة، تنفي عن العبد اسم البخيل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، يخرج بها العبد عن الجفاء، فضل في ثبات العباد يوم القيامة وفوق الصراط المستقيم، فيها تقرب ومحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرب العبد من ربه فهو رسوله وحبيبه، نيل للمغفرة في الدنيا والآخرة، تفتح أبواب الرحمة للمؤمنين في الدنيا، تفتح أبواب الرحمة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، من المستحب على النبي في يوم الجمعة، من المستحب في السنة النبوية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، حيث أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند المسلمين، ويزداد هذا الفضل ويكثر الأجر بالصلاة عليه، وهذا ما جاء به الحديث حاثا عليه ومحفزا للقيام به. فعن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يا من تحب محمدا وتريده، لك شافعا يوم الخلائق تحشر، صل عليه وآله وصحبه، فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر. صلى الله عليك يا رسول الله، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق، صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.